ظن بلي الامور هذه تكلمنا عليها كثير، وعلى المقربه من المونديال ما نكذبش عليك هذا مشكل بين الاتحاديه الكاميرونيه لكره القدم والهيئات يعني المهتمه ب يعني بالاكيبمونتي تاعهم. باش نقول لك انا الكاميرون ينحوها وحنا نروحوا خلاص، ما عينا ما هذا الكلام هذا. نظن ان حلقات معلي طويله وبقات يعني تتعاود اشاك فوا. حنا نقولوا بلي اليوم يجب ان نركز على امور اخرى، نركز على الكلام الذي تحدثنا عليه اليوم هو الاحترافيه والمصداقيه والدقه في المعلومه. انت ما تقدرش تقول للعاب علاش ما تهدرش معايا، ولا تقول للمدرب سقم روحك هدر مليح وانت ماكش مسقم، مستحيل. لو ميلو قال لك، قال لك لو ريسبي يسو ميريت، يعني هذاك القدر تميريتيه، لازم تميريتي يقدروك الناس. حنا كي تشوف الخاوه هذوما راهم يقولوا نعطيو اكثر صدق يعني الفيسبوك واليوتيوبر، للاسف 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 واقولها بكل اسف، صحيح ان في بعض الاحيان نحن كصحفيين مهمتنا تكذيب المعلومات اللي نجيبوها من صحفي ونعطيو لا كريديبيليتي لهذوك. من الغدوه ما تقدرش تقول لهاد الناس علاش راكم تصدقوا الناس هذوما اللي عندهم صفحات، وربي يعاونهم. انا حنا ما عندنا حتى مشكل معاهم، مام اليوتيوبر ما عندنا حتى مشكل، ربي يعاونه. فقط يلزم التحلي بالمصداقيه والاحترافيه. نقولها ونعاودها، لما شافوا اننا ربما ما احترمناش المهنه تاعنا قبل ما نحترموا نفوسنا، ربما الناس او ليزانترنت هذوما المواقع ولاو يتبعوا هاد الناس. فما يخص حتى هنا، ما هو الدور الصحفي في القضيه اللي طرحتها انت بين كاميرون و يعني ليكيبمونتي هذه اللي تقدر تقصيه وكذا. حنا ما كان حتى واحد شفته من البارح لليوم، يعني قام من القامات الاعلاميه ولا احد الكبار الاعلاميين في الجزائر يتحدث عليها، ولو يعطي ان بتيت لوميير، يعني منهم انا ربما ما يعطيك يعني يسلط الضوء ولو بصفه قليله فيما يخص هذا الموضوع هذا الذي انا لا التمس فيه الكثير من المصداقيه. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.